استاذنا مرحبا بكم معنا. كنقدم لكم الفان ديال كورسا اللي كل سيمانه غنديو فيه ارتيست باش نتعرفوا عليه ونشوفوا شنو عنده من جديد. هاد السيمانه معنا فاسيتي كلان. السلام عليكم. بخير. لاباس عليكم خويا؟ بخير كلشي الحمد لله. اكتشفناهم في 2005 ملي كانوا ربحوا البولفار ومن تما تيوب على تيوب ولاو من اهم الاسماء ديال الراب في المغرب. غادي نحاولوا نتساو في الفان ديك الساعه نشوفوا شنو عندكم تعاودوا. يا مسيد كتفضلوا دخل لعندو سير الله. مرحبا بكم معنا ومرحبا بطوطو وسي محمد من فاسيتي كلان. مرحبا بك سانس. الفان ديال كورسا كيستقبل اليوم فاسيتي كلان اللي قبل ما نهضروا على الالبوم ديالهم الجديد ولا على شنو جايهم في الطريق غادي نسولهم على كيفاش بداو فاسيتي كلان. فاسيتي كلان سيدي كانت غادي تكون تسميه ديال واحد لاسوسياسيون الهيب هوب اللي غادي تجمع الموفمون هيب هوب فاس les chanteurs bien sûr les groupes ديال لي كيرنيو لي زيمسيز لي تاغور لي بي بوي صافي ما كتب ليهاش قلنا ما عندنا علاش نضيعوا السميه ديال فاسيتي كلان عوض ما نديروا جروبات درنا ام سي ام كول جروب سورت دو سيليكسيون ديال لي زيمسيز وكملنا فاسيتي كلان. من الاغاني اللي عرفوا بفاسيتي كلان في الاول الا شتي عارف باللي اش تشوف اش تعرف الا شفتي شي حاجه الزنقة ما عجباتكش عرف باللي عندها بزاف ديال الاسباب. هذه هي المغنية وهادشي اللي نجحات علاش حيت هي خارجة من الواقع المغربي 100% وهي في بلاصة ما نهضروا على موضوع واحد هضرنا على بزاف ديال المواضيع في اغنية واحدة داكشي اللي لاقات الاقبال ديال الناس وهذاك هو الاعز مورسو عند فاسيتي كلان لحد الان. وحتى حنا عزيز علينا وقلال منكم اللي مازال ما تيعرفوش هذا المورسو ديال فاسيتي كلان الا شتي عارف باللي تلعبات في واحد السهرة من السهرات ديال دوزام نتفرجوا فيها ونرجعوا معاهم. كل شاف شي يقول لا يسر دماغ عمر الهم كتر القضية غدا وكتخسر خيب الأدب عنا لكم بزاف ديال الأمثلة وخيب الأدب وهكا واحد غايب كذبة وسمعو تنتخز مآب وين رشتي جملة بمهمشية ديالو مش فيه هي هدي سمر علي دماغي كيف الله ويهبط فيك حرف بالليل ماشي راجل عادي ما تعرف لا فول لا ولا يشتي شي واحد قالك عايز نسولك وقبلاتي معاي زيت نعايت لعن دورك عربلي فيك الشخصية ماشي باني أدم كاتو غير كبائر محسوبة كلها أتم ولا عشتي لي حرام قاكي فقط لبور دو طنجي جوغي ميل فيس عن فرصة قوكم دي لو طنجي عربي ديكو دان لغة تي سون ديتيرميني أو تاري فون بولي كونتا بس كاتو طوتي ولا عشتي ماشي تاسي تون باكي لي كلاي كوتي سابا بي هون البيبليك كي سي عربلي ولا تشاب عشير فوسط السيستم مازالين غادي في كورسا مع فاسيتي كلان. الا بغينا نلخصوا الماكسي الاول انت تقولوا المغربي الا شفتي عرف باللي واخا تشوف ويقول لك سكوت ولا يقول لك تسنى وتمنى تمنى وتسنى في ارض البيزنس راه كلشي ديال الله لا اله الا الله عبر ليا جمعتي دابا جمعتي الماكسي كامله اللي عرفت فاسيتي كلان بواحد الوجه جديد علاش حيت كنا خرجنا الالبوم الاول اللي كان سميتو فاس اللي حاولنا نلعبوا على كاع لي ستيل باش نقيسوا كاع 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 الطبقات ديال الناس اللي كيسمعوا الراب واللي ما كيسمعوش واللي مي في الماكسي حطينا واحد الهدف اللي هو الواقع المغربي واللي ما خرجناش منه درنا السته ديال لي تيتغ اللي هما قلتيهم شوفوا سكت منا وتسنى اذا شعرف باللي مغاربه في البيت المهم راه قلتيهم كاملين فيهم الواقع المغربي 100% ولاحظنا ان الشعب المغربي داكشي اللي كان كيتسنى اي بوغ سا فاش ملي كنطلعوا سيغ سان بنادم كيطلع كيقول لك ارض البيزنس الا شعرف باللي خليو لنا نشوفو سكوت علاش صافي مازالين غنهضروا على لاسين من بعد ولكن اللي بغيتك نسولك تهضر لي عليه بالديتايل انت ولا توتو الفلسفه ديال فاسيتي كلان كل جروب ديال الراب في المغرب اللي عطاهم الله ولا بصح جروب ديال الراب عطاهم الله كل واحد تيقول لك حنا كندافعوا على الميساج شنو هو الميساج اللي كيدافعوا عليه فاسيتي كلان الميساج اللي الميساج واش نقول لك الهيب هوب راه كله ميساج الا ما كانش ميساج راه سي با دو راب شنو هو الميساج ديالكم الميساج ديالنا الميساج ديالنا كما قلتي في الاول كان هو ارض البيزنس اللي هي لا ماكسي لي افون لالبوم دابا
كاينة فلسفة واحدة أخرى اللي هي غير بالأدب، فهمتي؟ حنا كنحاولوا نوعا ما، بزاف الناس قالك بلا قصحتو في ديك لا ماكسي، قال الفلسفة كما قلتي أنت كانت شوية ديريكت بزاف، حنا بغينا نعاودوها بواحد الشكل سامباتيزيو بطريقة مؤدبة. هذا هو البلان. وشنو تغير في التشكيلة ديال فاسيتي كلان في الطريق؟ إلزاك ما بقيناش كنشوفوه. شنو تبدل في الطريق ديال فاسيتي كلان؟ اش نقول لك؟ ما تبدلاش غران شوز، لأن اش نقول لك كاين كتوصل لواحد سيغتان مومون، فهمتي؟ كل واحد فينا كيوصل التفكير ديالو لواحد واحد الشكل، وكيبغي يتبع واحد الطريق اللي كتعجبو. إلزاك اختار الطريق اللي عجباتو وكمل، الله يسهل عليه. وحنايا احنا مكملين بلي مون بغي بقاو ديال فاسيتي كلون، وسيدي الله يكمل عليكم بخير. علينا كل سيمانه كيكون واحد الكليب اللي يا اما كيعجب الناس وبغينا ندوزو لهم، ولا كيعجبنا احنا ليكيب ديال كورسا وبغيناكم تكتشفوه. هاد السيمانه عندنا واقيلا احمق كليب في ليستوار ديال الكليب في المغرب، خالد ديال هوسا مع لي بيستو ريسك ستيل بوا. غادي نتفرجوا وغادي نرجعوا، خليكم معنا. فلتره ولي بوا غايت نوا، حيت بوا ماليها لون وكتاخد اي لون، نوصيك لا تبدل لون، لا شي نهار ما يبقى عذابك لون. Genre camouflage, c'est pas une vie ça. Mode de vie trop bizarre. Tous les jours je crois des diables avec un autre visage. Si tout le monde veut changer de face, que ce soit d'ici ou là-bas, en mode style de bois. Pour ma mal, t'es qu'un player, un peu plus trop sale. C'est requin, vicieux, c'est politique et costard, ok. Il existe des millions Il existe des caméléons parmi nous. Le caméléon fait partie de la famille des reptiles. Il peut supporter tout climat. Sa particularité, changer de couleur en fonction de l'endroit où il se trouve. Entraîné, ça fait paramilitaire. C'est du flou et du flow, dissimule la vérité. Sourire aiguisé, déguisé. Les scénarios, je les révisé. Push it, 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 push it